أغلى المهرجانات على قلبي مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب وللمسرح، مش عشان هو يعني بيعمل حاجة حلوة قوي للشباب وقد كده مهرجان منظم وقد كده مازن بجد بيجمع الوطن العربي، يقدم عروض مهمة، بيعمل ورش. مختار شرم الشيخ المدينة السلام الوجهة المشرفة للسياحة لينا في مصر، ولكن لأن رئيسة الشرفية ورئيسة هذا المهرجان هي سيدة المسرح العربي الأستاذة العظيمة سميحة أيوب، اللي بسعد بلقائها وبتكون هي اللي بتستقبلنا في مهرجان شرم الشيخ. كل سنة وانت طيبة. أهلا أهلا بيك، كل سنة وانت طيبة وكل العالم العربي طيب. يعني اسم سيدة المسرح العربي اسم كبير، لما يتحط على مهرجان يبقى أكيد هي ضمنة إن هيبقى المحتوى اللي رايح للشباب كويس ومتأكدة منه 100%. طبعا المهرجان ده يعني زي ابني، وليد اتولد على ايديا، لأن قبل ما يكون مهرجان ومجرد فكرة مازن جالي وكان عامل مشروع حلو قوي قوي قوي، وقال لي عايز أخد رأيك فيه. الحقيقة أنا قريت المشروع اللي عامله والرؤية اللي عاملها عجبتني قوي، قال لي رأيك ايه؟ قلت له ده مشروع انا هتبناه. قال لي يا ريت، انا كان بس مجرد انك انت تقريه وتوافقي عندي ده، لكن تتبنيه ده حلم، يعني كلام من الجميل ده. وبعدين قلت له انزل اسعى بقى ان هو يشوف النور. لقيت وزير الثقافة بيكلمني، قال لي مدام سميحة انا جاي لي شاب هنا وقال لي انك انت قريتي، جايب لي دوسيه مليان وعايزني اقراه علشان مهرجان. قلت له من غير ما تقراه انت لازم تتبنى الشخص ده، لانه هو كاتب محتوى رائع ورؤيه رائعه، وكان نفسي انا يحصل ده في اي مهرجان. قال خلاص يا سيدي، ابسط الراس الكبيره. قال خلاص. وبدانا بقى المشروع، أول سنة وتاني سنة بتتطور وتالت سنة بيتطور، المرة دي الثامنة، الدورة الثامنة. فالدورة الثامنة كل مدى العيل بيكبر أكيد ابننا بيكبر وبيعي وبيبقى أحسن. فأنا حب أوي 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 ما بيخرج من خلاله. أولا فرق بتجينا من العالم كله بيشوفوا إحنا بنعمل إيه، برضو الدعاية في الخارج عن مصر مكحفة جدا جدا، لكن هم بيشوفوا وبييجوا يبهروا بينا، يبهروا بمصر، بالمصريين، بسلوكهم، بثقافتهم، فده شيء جميل جدا. ناهيك عن الورش اللي بتتعمل والمواهب اللي بتطلع من خلال الورش دي والتوعية اللي بتحصل. فكل عمل بناء وجميل الواحد لازم يتبناه أكيد، وده كان حرصك إن المهرجان ما يتلغيش. كانت كلمتك مهمة جدا، لأن إحنا بنعرف مهرجان ثقافي وتنوير للعقل وإن الفن مش حاجة هزار علشان مع كل حاجة. ما أصل مهرجانات ناس فاخده على إن ده مهرجان يعني فساتين ويعني ستات خارجين، يعني ما انت لابس فساتين حلو اهو، قمر اهو، قمر فساتين غير فساتين. ها الفساتين يعري اكتر يبقى احلى اكتر. لا، احنا مهرجاننا مهرجان بيناقش الانسان، مهرجان تنويري، مهرجان بيصيغ وجدان المواطن المصري. فده شيء جميل انك انت بتعملي حاجه فعاله فتلغيها ليه؟ انت بتعملي توعيه، بتعملي مهرجان، انت ما عندكش سلاح عشان تحاربي بيه، انت بتحاربي بالكلمه، بتحاربي بادواتك، فدي ادواتنا واحنا كلنا جنود لبلدنا. انا قريت مقاله كانت كاتباها الفنانه تحيه كاريوكا ايام حرب فلسطين، وقالت لما كانت برضو نفس الاحداث دي في الزمن ده، قالت لازم الفنانين يقوموا يعملوا حفلات يلموا بيها تبرعات للقضية الفلسطينية، مش يلغوا الحفلات اللي احنا بنلغيها دلوقتي. حصل. لا يعني ما انت بتلغي ايه؟ ما هو برضو اللي اتلغى
يعني ملوش لا يعني في بعض المطربين وبعض المطربين عروض مسرحية بيلغوها علشان خاطر ممكن ينفعوا، لكن المهرجانات للمهر اسم مهرجان فمش مستحبين في الظروف دي.